عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ مع بعض، نعمله ايه يا حبايب قلبي؟ نعمله المعمولة بتاعت الحلواني بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله الطريقة تعجبكم والفيديو نقول اعجبكم. لو يا ريت لو الفيديو عجبكم تحطوا اللايك، وفضلا وليس امر اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مفعلش زر الجرس يفعله عشان يوصلني مني كل جديد. وبطريقة سهلة وبسيطة خالص حبايب قلبي، وانضف واحسن كتير من اللي بتتجاب جاهزة من بره. والحريه الشخصيه بقى ليك انت، الحشوه دي حريه شخصيه بتاعتك، تمام كده بكل تفصيلتها بكل حركاتها. هنخش المطبخ مع بعض نشوف احنا عملنا ايه، يلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي النهارده بقى جايين هنعملوا حبه حاجات كده حلوه وجميله ان شاء الله باذن الله. جبت لكم السر من صاحب المصنع ذات نفسه، من الحلواني ذات نفسه، تمام كده حبايب قلبي. ان شاء الله قبل ما نخش في مكونات الفيديو بتاعنا، يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح وفي لبنان، ندعي لهم وانذار غايب، ربنا يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، ويرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. الا الا نصر الله قريب، يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر، يتعجب منه اهل السماء والارض، انك انت السميع العليم. اللهم تقبل مننا ومن سائر المسلمين، امين يا رب العالمين. حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل المعموله بتاعه الحلواني حبايب قلبي، تمام كده؟ ناس حبايبي طلبوها مني، فاحنا ايه؟ فاحنا هنعملها. المكونات بتاعتنا ايه يا حبايب قلبي؟ معايا ربع كيلو سمنه، لان انا عامله نص كيلو دقيق، تمام كده؟ لان الكيلو دي بياخد نص سمنه. هنحط، عايزه تزودي وتخليها، انا عم بتزودي حبه سمنه، يعني معلقتين ثلاثه سمنه تاني فوق الربع، تمام؟ معايا انا هدخلها قيمه غذائيه، معايا كوبايه لبن كبيره، تمام؟ ولا دافيه ولا حاجه، لان احنا اساسا مش محتاجين ولا هنخمر ولا اي حاجه من دي. ومعايا الملبن يا حبايب قلبي، جبته حطيته كورته زي ما انتم شايفين كده، الكوره على قد الواحده على طول، تمام؟ معايا بقى هنا ايه؟ انا نخله نص كيلو دقيق، حط عليه ذره ملح، وحط عليه اربع معالق كبار هرميه من السكر، وباكو بيكنج باودر، تمام كده؟ دي الماده الرافعه، ولا هنحطه بقى خميره ولا اي حاجه من دي، تمام؟ هنقلب بقى المكونات الجافه كلها في قلب بعض كده، الاربع معالق سكر مع الباكو البيكنج باودر مع ذره الملح، تمام كده؟ كل المواد الجافه هنقلبها كده مع بعض زي ما انتم شايفين، تمام؟ عايزه تخلطي ما بين السمنه ماشي، عايزه سمنه وزيت ماشي، عايزه تخلطيها، بس هي اساسها السمنه حبايب قلبي، تمام؟ هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا ننزل بالايدام بتاعنا كله كده الربع كيلو وزياده، تمام؟ انت عايزه تحطي زياده عشان تخليها ناعمه، حطي. عايزه تحطي الربع بس على قد المقدار بس، تمام؟ دي حريه شخصيه ليكي بقى، تمام كده؟ هنبدا بقى كده نبس ايه الدقيق مع السمنه كده زي ما انتم شايفين، لحد ما احس ان العجين كله اختلط بالسمنه، تمام كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، كل ما تنعمي العجين كل ما يديكي نتيجه، وتحطي الايدام مظبوط يديكي نتيجه، من نتيجه ترجيكي ان شاء الله وترجيني باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ابسه بس حبايب قلبي وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده، خلينا ايه السمنه مع الدقيق بقى عاملين زي الرمله كده زي ما انتم شايفين، تمام كده؟ هنسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا ايه نحط اللبن بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. عايزه تعجني بلبن، تمام؟ مش عايزه تعجني بلبن وتعجني، هو بصراحه يعني عمر الراجل ما هيعجنها لك بلبن، هيعجنها لك بايه؟ بالميه، تمام؟ بس انا طبعا هعجنها بلبن عشان ادخل قيمه غذائيه، حتى لو ولادك ما بيشربوش اللبن هيبقى دخلت لهم قيمه غذائيه ايه تنفعهم يا حبايب قلبي، تمام كده؟ كده زي ما انتم شايفين هنعجنها، بس عجنه كويسه ان شاء الله. طبعا انتم عارفين ومتفقين مع بعض مش كل الدقيق اللي بيشرب سوائل، تمام؟ فانا هبدا الاول ان انا احط بالحبه كده زي ما انتم شايفين، واشوف ايه اللي هيتبقى وهوريه لكم، خليكم معايا. بص حبيب قلبي، ادي العجينه بعد ما ايه، شايفين العجينه عامله ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تمام كده؟ كده ادي حبه اللبن، ادي كوبايه اللبن اتبقى منها ايه؟ يعني بتاع معلقتين كبار او ثلاث معالق، تمام كده؟ من كوبايه اللبن هنجيب بقى، ادي معانا شكل اهو، هنسمي الله، نجيب كوره كده من العجين نكبرها شويه بس حاجه بسيطه، تمام؟ ونجيب حته من الملبن ونقفل عليها كده. عايز تحشيها انت حشوه ثانيه، دي حريه شخصيه ليكي، تمام؟ انا عندي ما بياكلوش اي حاجه غير الملبن، تمام كده؟ كده وتروحي جايبه الشكل اللي انت عاملاه اللي احنا جايبينه ده، ونفرد فيه العجينه على قد ما نقدر،
تمام عشان خاطر تديني الشكل بتاعها المظبوط يا حبايب قلبي. كده زي ما انتم شايفين اي زيادات ممكن نشيلها تمام، بس انت طالما تقطع العجينة على قد ما انت عايزة بتديك اللي انت عايزاه. شايفين الشكل حبايب قلبي، شايفين شكلها عامل ازاي. هجيب بقى الصاج، خليكم معايا اجيب الصاج واوريكم في الصاج. بص حبايب قلبي ادي المعمولة هي زي ما انتم شايفين كده، شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها بالامانة. لسه بقى لما تخش النار هتتفرجوا على شكلها حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة بجد. عملت شكل جديد حبايب قلبي، معايا بصمة تانية اهي، بص البصمة ديت ماشي، هوريكم الشكل بتاعها بقى اهي، ده الشكل التاني تمام كده. هوريكم برضو اللي انا حطاهم في الصاج، ده شكل وده شكل، شايفين الشكل دوت عامل ازاي، وادي الشكل التاني اللي احنا ايه هنعمله برضو تمام. ده شكل وده شكل، بس انا حاسه ان الشكل الاولاني احلى، فانا هكمل ان شاء الله الصاج بالشكل الاولاني، الشكل اللي هو بتاعنا دوت الاولاني ده تمام كده. هدخله الفرن، وما يطلع من الفرن ان شاء الله اوريه لكم. خليكم معايا بس ما تنسونيش، فضلا وليس امر، يا ريت اللي يخش يتفرج على الفيديو فضلا وليس امر، اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد، وفضلا وليس امر يا ريت اللايك حبايب قلبي. خليكم معايا. رجعت معاكم بعد المعموله لما طلعت من الفرن، شايفين السوا بقى بتاع حبايب قلبي عامله ازاي، انضف واحسن كتير من اللي بتيجي من عند الراجل كمان تمام. اجي الحلواني حبايب قلبي، حاجه الحلواني حاجه كده فاخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله. كفايه حبايب قلبي ان هي يعني معموله في البيت وانت عامله الحاجه ونخله الدقيق والحاجه معموله بنظافه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر. تكسري الواحده بقى كده، بصوا حبايب قلبي طريه ازاي، بصوا اهي، بصوا شايفين الملبن بقى جوه، شايفين الملبن جواها ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. بجد يا حبايب قلبي حاجه كده فاخر من الاخر، ما شاء الله ما شاء الله. جربوا حبايب قلبي طريقتي وان شاء الله تعجبكم، والفيديو نقول اعجابكم تنسوليش على الفيديو عجبكم تحطوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي مفعلش زر الجرس يفعله، وصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا رب تجربوها ان شاء الله وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.